انت عرفت نفسك بس اسمك ايه؟ عبد الرحمن حمدي. تالتة ثانوي. ثالثه. ايه رايك في الامتحان بتاع النهارده؟ النهارده امتحان سهل كل حاجه بس كتير. بتاعك ما كانتش كافيه المده بتاعته يعني ما كانتش كافيه. غير كده يعني الادب سهل والقراءه سهله والقصه سهله وكل حاجه يعني في بس بعض يعني التركات بس. متفائل يعني بامتحان النهارده؟ طب الانجليزي بقى اللي جاي انت مذاكر ولا؟ الحمد لله برضه متفائل. النهارده يدي تفاؤل لاي حد. البليد يديله تفاؤل، الشاطر يديله تفاؤل. تمام. انت اسمك ايه؟ محمد مصر. محمد عملت ايه النهارده؟ تمام الحمد لله. هو كان الامتحان جميل جدا. انت مدرسه السعديه صح؟ والامتحان كان كويس جدا بس هو النحو كان فيه شويه يعني تركات كده بس الحمد لله يعني ربنا عدى على خير وان شاء الله نتفائل يعني الامتحان الجاي يعني. ان شاء الله. بس هو الانجليزي بس اللي محتاجين كان ايام اكتر شويه لان هو الانجليزي بعد وقت مش هنلحق نخلصه زي ان احنا عندنا دروس. طيب بتنظم وقتك ازاي؟ هو المفروض اصلا يعني المفروض احنا ناخد درس النهارده ودرس بكره فبيبقى صعب ان احنا نلم الانجليزي كان محتاجين وقت زياده يعني. بس هو يعني هو الانجليزي مش محتاج ان هو يعني بس يعني المده قصيره شويه بس محتاجين وقت اطول يعني زي الفيزياء يعني الفيزياء ايامها كتيره شويه الانجليزي ايامها. انت علم رياضه اصلا؟ علم رياضه. ربنا معاك. انا عايز مهندس ان شاء الله. ان شاء الله تبقى مهندس ان شاء الله. ربنا معاك. شكرا ليك. مع السلامه.